بعينيه البصير ويستشعر حرارتها الضرير. علمونا في الصغر من الجميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، ولكن الشيء الأكثر جمالاً أن يحيا هذا الإنسان من أجل هذا الوطن. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أيها الحضور الكرام، تحية تقدير وإعزاز واعتزاز لهذا الحضور الكريم وهذه المشاعر النبيلة والتي اعتدنا دوما من حضراتكم عليها. وإنه يسر ويسعد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين كثيرا وفي إطار لقاءاته المتعددة والتي تستمر وإن شاء الله تعالى لا تتوقف أن يقيم هذا الملتقى وأن يقيم هذا اللقاء من أجل دعم السياحة المصرية، خاصة لما تكون هذه السياحة المصرية في قطعة مباركة تعيش في قلبي ووجدان كل المصريين. إنها أرض سيناء، أرض الحضارة الضاربة في قلب التاريخ، الأرض التي باركها الله ودارت فوق رمالها الطاهرة حوارات السماء مع الأنبياء، القطعة المباركة التي تعيش في قلبي ووجدان كل المصريين. شهدت في تاريخها الطويل العديد من الأحداث وارتوت بالكثير من الدماء، دماء المعتدين الذين حاولوا النيل منها ودماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة وهي غالية واختاروا الموت من أجل أن يحيا الوطن. حقا دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. تحية تقدير لجمعية مستثمري نويبع وطابة والتي أخذت على عاتقها هذا الجهد الكبير، آملين من الله سبحانه وتعالى ثم من جهد حضراتكم أن نصل إلى تصور وإلى أطروحات. واسمحوا لي بعد أن أكرر التحية والتقدير لحضراتكم أن أعطي كلمة البداية والافتتاح للسيد المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابة، فليتفضل. بنقدم بالشكر للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وبنشكر كل الاعلاميين والصحفيين اللي وصلوا عندنا. وكنا بنقول كلمه للسيادة المحافظ ان احنا بنشكره على كل ما بذل حتى الان من جهد وارتقاء بمنطقه نويبع طابا. وهو كان وعد واتحرك معايا بصراحه مع هيئه الاستثمار لتخصيص 2 مليون متر مربع في قطاع نويبع عشان تتحول الى منطقه تجاريه حره ذات طبيعه خاصه، وللاسف لم يستجب احد بعد ما احنا رحنا وعيننا واتحركت هيئه الاستثمار وجم معانا ولم يستجب احد، بالاضافه الى تنفيذ مشروع تطوير الميناء. وكنا متفقين برضه ان يكون في لينا نصيب في مارينا سياحيه تخدم اليخوت، نظرا لاننا احنا بنطل على السعوديه والاردن والمنطقه الخليج العقبه كلها. فكنا بنطمع ان يكون في مارينا، لكن للاسف اتطورت بدون ما يتعمل المارينا السياحيه. ومن ضمن المعوقات في المارينا السياحيه ان المفروض لما بيخش السايح ممكن يدخل من نويبع، يخرج من شرم، يخرج من الغردقه، فطبعا دي كانت استحاله لان ما كانش في تربيط في الكمبيوترات والحاجات الاداريه دي، فتوقفت الفكره برضو. ودي من ضمن الحاجات اللي المحافظ سعى معانا فيها وبنتمنى ان صوتنا يصل في هذه الجزئيه. من ضمن المشاكل اللي عندنا وطبعا كلكم على درايه بيها اللي هو السيول اللي حصلت، وانا كنت خدت سياده المحافظ وتمرينا على الطرق ووريته مجر السيول اللي كانت بتتردم، وقف بنفسه وطلب الكلام ده، لكن للاسف لم يسمع احد، وبالتالي حصل اللي حصل على مجر السيول. وهنشوف الكلام دوت على شريط فيديو معانا النهارده عشان نتخيل قطاع نويبع طابا بيعاني من ايه. إن كل الذين يدعون اليوم، بندعي النهارده لجمعيات المستثمرين ومحافظ جنوب سيناء إلى محاولة تغيير هذا الواقع المؤلم اللي بتمر به المنطقة، وهي منطقة مهمة في أرض على أرض مصر، وهي منطقة نويبع طابا. إحنا استنفذنا كل الجهد بصراحة الواجب بذله خلال السنوات الماضية مع الجهات المختصة في إدارة الدولة لإيجاد حلول
الجذريه لمنطقه طبعا ويبع، وما كانش في استجابه حقيقيه او ايجابيه، بل لم ننجح في ايصال رسالتنا على المستوى اللي يليق بهذه المنطقه. من هنا كان علينا ان نتجه ونحس الوطن اللي عندنا ان احنا نتحرك شويه عشان نشوف هنقدر نعمل ايه في هذه المنطقه وازاي نحل مشاكلها. فكان لازم ان احنا نتوجه للسيد رئيس الجمهوريه، وبنوجه كلمتنا اليوم ليه، وبنطلب طلب زي ما سيادته طلبنا منه في يوم من الايام ان هو يعول المشاكل بتاعتنا، احنا جنبه قلبا وقالبا. قطاع نويبع طابا بيمد ايده ليه هو شخصيا، بنتمنى ان يكون مشروع قناه السويس ومشروع نويبع طابا هم 2015، لان القطاع دوت ما ينفعش يبقى فيه ايلات جنبينا ومليانه والاردن مليانه واسعار يعني 300 و400 دولار. فكان قررنا وبصفتنا الشركات الواقعة على خط الدفاع الأول لحدودنا الشرقية أن نضع هذا الملف فائق الأهمية بين أيديكم يا سيادة الرئيس، إيمانا منا إلى أنكم في هذه اللحظات التاريخية أكثر من يسعى إلى حماية هذا الوطن وتحقيق أهدافه من أكثر الطرق، وهكذا يؤكد لنا ويخبرنا الماضي القريب إن كل مشروعاتنا تقع على الشريط الساحلي لخليج العقبة، لتبدأ من طابة شمالا وحتى ميناء نويبع جنوبا، أي إننا في قلب المنطقة جيم، منطقة جيم يعني منطقة حدودية ومنطقة لها ظروف خاصة في الأمن والاستقرار، وبالتالي بتقع تحت عدة يعني حاجات ما بنقدرش إحنا نتحكم فيها ولا الوزارات بتتحكم فيها، بتتحكم فيها المنطقة جيم القوات المسلحة، ومن هنا ده أساس المطلب بتاعنا لحل مشاكلنا. وقد انفقنا الغالي والثمين من حياتنا في سبيل تنميه هذا الساحل الفريد يماثل افضل ما في العالم. لقد واجهنا الكثير والكثير من المعوقات والعراقيل والاستهتار، بل والتجاهل من جعلنا نشعر بان المنطقه تساق وتوجه وتدفع للوصول الى النتائج الحاليه من عشوائيات وتعدي على الاراضي وسرقات ونهب وتدمير وتخريب وترويع وانفلات امني، وصولا لمرحلة الفوضى مما سوف يؤدي حتما لتأثير تحقيق أهداف من له مطامع في هذه المنطقة الحدودية من سيناء الحبيبة، سواء بالاستيلاء على الأرض أو عدم تمكين التوطين بها أو تنميتها، وبالتالي تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بينما على بضعة أميال بحرية تنمو وتزدهر دول الجوار رغم تماثل الطبيعة والظروف السياسية والاستراتيجية والأمنية. طبعا احنا الفتره اللي احنا فيها يعني في تحسن في الامن ما نقدرش ننكره، في تحسن في حاجات كتيره، لكن في الناحيه الاقتصاديه هي للاسف مش قادرين نطلع منها خالص، لكن كاستقرار امني موجود، كاستقرار يعني يليق بالمنطقه الحدوديه دي ويليق بال70 كيلو اللي احنا فيهم، للاسف مش هو ده المطلوب. وأن سياق واستمرار لهذا السيناريو التخريب يتهاوى مشروعاتنا الواحد تلو الآخر، وتتعرض في هذه الظروف لمن لا شفاعة لهم سواء من البنوك التي توقفت عن تمويلنا بالرغم من اللجوء إليهم دون استجابة، أما شركات الكهرباء والمياه توقفت خدماتها نتيجة عدم قيام الفنادق بسداد مستحقاتهم نتيجة ضعف الإشغالات، وفي فنادق عندنا زيرو إشغالات، توقف حركة الطيران نتيجة السيول التي قطعت الطرق 5 شهور، مطار طابا معمول عشان نبقى عارفين كلنا على هضبة عالية جدا اللي هي في طابا، وللأسف السيل لما نزل احنا نبهنا عليه وقلنا ان السيل دوت لو نزل هيدمر المنطقة، وقلنا كذا مرة في التلفزيون وقلنا كذا مرة في لكن محدش سمعنا، وبرضو انا كنت ماشي في قلب السيل بالعربية وموجود وهتشوفوا حجم السيل وحجم الدمار اللي عمله. طبعا السيل ده خير وليس نقمة، السيل ده اللي احنا بننتظر ميته من اثيوبيا بتيجي لغايه عندنا، اكتر من 300-500 مليون متر مكعب نزلوا على البحر، وتم تدمير كثير من الفنادق حتى وقتنا هذا للاسف لسه مغلق. توقف حركة الطيران نتيجة السيول لأن المطار فوق، الطريق اللي بيؤدي من المطار للفنادق هو ده اللي انهار، نزل 12 متر تحت الأرض،
وكان ده معمول بخرسانة مسلحة، تخيل المية تشيل هذا الطريق. قطعت الطرق في الحتة دي لمدة 5 شهور، حتى وقتنا هذا لم يتم رصفه، واتفتح الطريق على طبقة زلطية لكن لم يتم رصفه حتى وقتنا هذا. وكذلك دواعي الإرهاب مما أدى لغلق الكثير من الفنادق. إن المستثمرون في هذه المنطقة معرضون للإفلاس نتيجة توقف أنشطتهم خلال الأعوام الماضية، بل والمساءلة الكونية والحجز والحبس لعدم الوفاء بديونهم. إن الغياب عقل ودور الدولة في أن هذه المنطقة وافتقادها لمقدرات حل الأزمات بل والتنمية وعدم قيامها بتوفير أبسط دواعي ووسائل الحياة الكريمة لمواطنيها أدى إلى دخول غرباء. إحنا جالنا ناس غرب في المنطقة دي. الناس الغرب اللي في المنطقة دي عملوا تصرفات ما بتلقش بالبدو اللي عندنا في المنطقة، لأن إحنا القبائل الموجودة هي اللي حمت هذه المنطقة، وهي اللي كانت أيام الانفلات الأمني هم أول ناس قاموا بصراحة وطلعوا حرسوا الوديان والحاجات دي. لكن في بعض العناصر اللي جت اللي خلت فيه تخريب وخلت فيه نهب وبعض السرقات والحاجات دي كلها. فدي من ضمن النقط المهمة اللي احنا بندعو ليها لحلها، لأن البنوك مش معترفة بالكلام ده، شركات التأمين مش معترفة بالكلام ده، وما كانش في حتى المحاضر نقدر نروح نعملها في الإسلام في هذه الفترة. فدي من ضمن المشاكل اللي بنسندها وبنشوف لها حل جذري عشان نقدر نستعوض هذا الكلام. دخول الغرباء عن المنطقة أجب شعورهم بالمعادي للدولة والشعب والمستثمرين بالمنطقة، مما دعا إلى التحالف مع الشيطان وحمل السلاح والتجارة بالممنوعات والتهجير الغير شرعي والسرقة وتدمير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وتم فرض أتوات والسلاح على أراضي وإقامة عشوائيات متناثرة بطول الساحل، بل الأمر قد وصل إلى إتلاف وسرقة جميع محتويات بعض الفنادق. لم يبقى أمامنا سوى أن نتقدم لقواتنا المسلحة ولإجهزتنا لتتكاتف معا لإيقاف هذا الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، للحفاظ على أمن الوطن ولتنفيذ الحلول الجذرية والفورية. ومن هنا نقترح على سيادتكم بتخطيط منطقة نويبع طابة، ويكون الأرجح نجاح فكرة جعل هذه المنطقة منطقة حرة ذات طبيعة خاصة تتنافس مع المناطق الحرة المجاورة العقبة وإيلات، مما سوف يؤدي حتما إلى تنشيط الاستثمارات في مجالات عدة وتوطين أبناء مصر والبدو من أصحاب المصالح الحقيقية في الدفاع عن الأرض ولقمة العيش وتنشئة السياحة والصناعة والتجارة والزراعة، ولنثبت لأنفسنا وللعالم أننا شعب لا يموت، علما بأن السياحة لا يوجد مهنة لا تدخل في صناعتها، وهي القاطرة التي يعني ما فيش مهنة ما تخش معنا كل المهن. فإحنا لو خلينا السياحة دي هي البداية وهي النهاية ما فيش مهنة مش هتشتغل معنا، وكل الدول اللي هي متقدمة بتقاس بعدد السياح اللي هم بيخشوا لها في الزيارات بتاعتهم. كما اقترح على سيادتكم إعادة افتتاح مطار نويبع، لأن المطار مكانه ده كان مكان أيام المطار مكان أيام إسرائيل، كان فيه مطار في نويبع ده كان بيصدر الخضار والفاكهة. للأسف المطار ده تم تدميره لكونه المنفذ الوحيد لمدن طابة نويبع ذهب، والطرق بتاعتنا اتقفلت لما نزل السيل بتاع طابة. فإحنا النهاردة محتاجين مطار نويبع لخدمة البلاد اللي موجودة حوالينا دي اللي هي طابة ونويبع ودهب، وإن ممكن يتعمل يبقى فيه رحلات لأن السعودية على بعد 12 كيلو، الأردن على بعد اللي على البحري حوالي 40 كيلو، فإحنا ممكن نستفاد من هذا الموقع الاستراتيجي. احنا وهبوط السيول وغلق الثلاث منافذ البريه المؤديه لهذه المدن، وهم طريق الصعده اللي بيجيبنا من دهب، وادي وتير اللي هو بيجي من نويبع، شقه تعبان ده اللي هو بينزل من طابه لغايه المدن اللي عندنا، فبيحصل عزل عن ارض مصر في حاله اي سيول بنمر بيها. واننا لا ناسف عندما نتذكر ان هذا المطار كان مطار لتصدير الخضروات والفاكهه والورود المزرعه بمزرعه نويبع التي تم تدميرها كذلك. إننا نتطلع إلى ضرورة الإسراع بطريق مشروع مطار نويبع ليقام بطريقة البي أو تي على المؤتمر الاقتصادي القادم، أو للدول الصديقة لمصر اللي هي تقدر تقوم بالمشروع ده فورا عشان ما نخشش في دايرة الأراضي وتخصيصها ونتعطل عشان المنطقة جيم، فيتم إسناده بمدة محددة
طبقا لدراسه الجدوى لهذا المشروع. سوف يخدم المطار دهب ونويبع وطابه وسانت كاترين، ويجيب جلب السياحه من الدول القريبه، لان الرحله مش هتعدي ساعه في الوقت ده. ان جمعيه مستثمرين نويبع طابه بجميع اعضائها مستعدون للتعاون مع اجهزتكم الموقره بما لديها من خبره وكفاءه وتشخيص والمام كامل للواقع. احنا عارفين احنا قاعدين عندكم، بس تفضل حضرتك يعني شيخ السياحه، تفضل ما تخافش، احنا هنخليك هندفع والله. ان جمعيه مستثمرين نويبع طابه بجميع اعضائها مستعدون للتعاون مع اجهزتكم الموقره بما لديها من خبره وكفاءه وتشخيص واهتمام كامل للواقع الاليم، ولديها الرؤيه الواضحه لحلول جذريه وليست معالجات وقتيه او استثنائيه. ولا يسعنا الا نتقدم انا واعضاء الجمعيه لسيادتكم بالشكر والعرفان على ما فعلتموه للحفاظ على ماضي وحاضر وكرامه وامن هذا الوطن، وستجدون باذن الله داعمون لكل ما تقدمون عليه للحفاظ على مستقبل مصر وطنا وشعبا، والشكر لكم جميعا. اهلا بكم جميعا، شرفنا النهارده في هذا اللقاء. قبل ما اقول كلمتي اسمحوا لي انقل لكم اعتذار الاستاذ فريد خميس، لانه كان يود او كان نفسه يحضر هذا اللقاء لكن اتاخر في امريكا، فان شاء الله في لقاء قادم باذن الله. اسمحوا لي اشكر الاخ سامي سليمان رئيس جمعيه طابا ونويبع على انه عمل لنا هذا اللقاء، وفي نفس الوقت اشكر زملائي اعضاء مجلس اداره اتحاد المستثمرين ورؤساء جمعيات المستثمرين والساده الحضور جميعا. اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، اهلا وسهلا. برضو ارحب، طبعا هو لا يجوز الترحيب بمدير غبور في مكانه، لكن سعدنا ان احنا نرحب به في هذا اللقاء، فهو شيخ من شيوخ ومن اساطير السياحه في مصر. اهلا بك يا منير بيه. الحقيقه انا يعني مش عاوز اتكلم كلمه تقليديه، ولا انا عاوز اتكلم من القلب، اقول لكم قلبي ووجداني وروحي مع سامي سليمان، لانه يعاني منذ اكثر من 10 سنوات، منهم 4 سنوات عجاف اللي هم اللي احنا فيهم، ومرت هذه المنطقه باوقات صعبه للغايه. وسافرنا قبل كده وخدنا محافظه البنك المركزي ورؤساء البنوك وحاولنا نعمل مساعدات، لكن ما تفهمش هذه المنطقة في أكيد معمول لكم عمل هناك في المنطقة دي. طب ما جنبكم شرم الشيخ، وشرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية. هل لأنه كان الرئيس بيبقى موجود في شرم الشيخ، شرم الشيخ أصبحت شرم الشيخ؟ طب ما هي طابة ونويبع يا إخوانا على نفس المستوى. طابة ونويبع من أحسن المناطق اللي موجودة، بالعكس طابة ونويبع أحسن من شرم الشيخ. طبعا اللي بيفهموا أكتر مني في السياحة. لكن حقيقة الأمر إحنا يعني اسمحوا لي انتقد نفسي قبلكم، ان احنا نتكلم كثيرا ونعمل قليلا. احسن ناس نعمل ندوات ونعمل بانرز ونعلق وبتاع والتلفزيون ويصور، كل واحد وهو خارج كاميرا التلفزيون تقف تعمل له حديث وزي الفل ويطلع، وبعد كده ما فيش حد بيعمل اي حاجه خالص على الاطلاق. نحن مقصرين في حق مصر، ونحن مقصرين في حق انفسنا. مصر في أصعب فترة مرت بها في تاريخها. مصر تعرضت لمؤامرات لم تمر بها منذ الفراعنة حتى الآن. إحنا في أصعب وقت بنمر بيه، وإذا ما كناش كلنا هنحط إيدينا مع بعض ونشتغل تيم وورك ونحب بعض ونساعد بعض، مصر هتقع وهتقع على دماغنا. ربنا أكرمنا بالرئيس السيسي، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ادهلنا عشان ينقذنا من الخراب والدمار والظلام، واسترد مصر لينا بعد ما اتخطفت. بس السيسي مش هيعمل حاجة لوحده، هيعمل ايه السيسي ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ كل موضوع نقول سيادة الرئيس السيسي، اي لجنة نقول تتبع سيادة الرئيس السيسي عشان تنجح، ما ينفعش. النهاردة في مطالب ان السياحة ومنطقة طابا ونويبع تبقى تتبع رئيس الجمهورية. طب رئيس الجمهورية هيتبع ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ والمشاكل كثيرة جدا. سينا، السياحة في مصر يا اخوانا، السياحة في العالم كله هي مصدر الرزق الحقيقي،
هو مصدر الفلوس اللي يسموها الهوتمان اللي بتدخل كاشن كاو كل يوم الصبح، بتدخل فلوس جاهزة دولارات سخنة بتجيب نتيجة في البلد. اللي خلى فرنسا وأسبانيا على قمة العالم كله هي السياحة. مصر ربنا اداها أحسن جو في العالم، اداها نص آثار اللي موجودة في العالم كله موجودة في مصر، اداها حتة اسمها سينا، المنطقة التي تجلى عليها ربنا سبحانه وتعالى. رب العزة تجلى على سينا في الوادي المقدس طوى، واحنا لغاية دلوقتي تروح هناك تكره اسمك. هذه المنطقة لازم تكون منطقة جذب سياحي على مستوى العالم، ولازم كل يهودي وكل مسلم وكل مسيحي على وجه الكرة الأرضية يزور الوادي المقدس طوى. بس لازم تعمل حاجة عشان تجذب الناس. لما تروح هناك وانت رايح سائح وما تلاقيش تواليت ولا حمام تدخل فيه، ده حاجة مؤسفة. انا كنت بدرس في فترة من الفترات في امريكا في كورنيل يونيفرسيتي يا منير بيه، فانا قاعد بقى زي الطاووس كده ومبسوط وبيتكلموا عن السياحة، بقول عندنا نص اثار العالم. فالاستاذ اللي كان بيحاضر قال لي قوم اقف، يعني وقفت غسلني، بيقول لي انا بروح عندكم الهرم هناك لو عاوز اروح التواليت مش حاضر، ما لقيش حته نظيفه، واضحكوا علينا بتوع الجمال وهكذا. يقول لك اللي يركب الجمل بجنيه واللي ينزل مع الجمل ب 100 جنيه. مش ممكن. بمنتهى الامانه ربنا مدينا نعمه كبيره في مصر، احنا علينا دور كبير ان احنا نتحرك، ولا هي بتاع بدر؟ عشان دول بيخلي بالك يعني بتوع بدر ما ياخدوش مننا ف اللي انا عاوز اقوله الحقيقه، الناس في ملايين مئات الملايين مستثمره في منطقه طابا ونويبه، والناس اللي موجودين معرضين للسجن. طيب هيعمل ايه سامي سليمان والاوتيلات اللي عنده لما الطريق الوحيد اللي بيوصل لعنده طوله 65 كيلو والسيول الحمد لله قفلته والحمد لله تعالى، والمطار الحمد لله السيول قفلته. هلا طب هيعمل ايه الراجل؟ طب ما فيش سياحه. طيب قعدنا قبل كده مره واثنين وثلاثه وقلنا هنعمل وهنعمل، ما حدش عمل حاجه. الامن الامن كان سيء جدا، الامن تحسن كثيرا، وباذن الله، وانا بقول لكم هذه معلومه وليست خبر وليس معلومه، انه قبل في مارس باذن الله ستعلن سيناء خاليه من الارهاب بنسبه 100%، لن يكون هناك ارهابي واحد بإذن الله عندما يعقد المؤتمر الدولي الاقتصادي في شرم الشيخ. المنطقة اللي احنا فيها بتاعت طابا ونويبع ليس لها أمل إنها تطلع وتبقى مصدر دخل كبير لمصر إلا إذا اتعملت منطقة حرة. الناحية الثانية على طول العقبة في الناحية الثانية وإيلات شيء يفرح. منطقة لا فيها مية ولا فيها خدمات صحية ولا فيها كهرباء ولا فيها مدارس لغات، طب هيعملوا ايه؟ هيعملوا المستثمرين. فهناك فرصة ان احنا عندنا رئيس وزراء جدع وجريء ووزير استثمار جدع جدا وجريء، نستطيع ان احنا باذن الله يا سامي نضغط على 2 مليون متر ونعملها منطقة حرة، وهذا هو الامل يا مرشدي بيه ان احنا نقدم حاجة لهذه البلد. السياحة زي الإسكان، الإسكان النهاردة المعمار والإسكان والكلام ده بيجر وراه 300-400 شغلانة تانية، السياحة بتجر وراها 70-80 نشاط آخر، بدءا من أول السائح يركب الطيارة لغاية ما ينزل يروح المطار ويركب التاكسي ويروح الأوتيل ويدفع و و و و و، وأنتوا عارفين الكلام ده أحسن مني. أنا بس قبل ما أقفل كلمتي عشان ندي فرصة لحضراتكم تتكلموا، عاوز في عندنا في الاتحاد المسلمين لجنة السياحة ولجنة الضرايب ولجنة الصحة، 3-4 لجان نشطين الحقيقة. فمقرر رئيس لجنة السياحة في الاتحاد المستثمرين الدكتور طارق حنفي، فين الدكتور أستاذ طارق؟ أستاذ طارق، فنرجو باسمكم ان هو يبقى مقرر لهذا الاجتماع عشان نعمل عملية متابعة. من غير متابعة مش هنعمل حاجة. انا عاوز حضرتك مع الاخ سامي بصفه يوميه نعمل عمليه متابعه، عاوزين نقابل رئيس الوزراء نروح نقابل رئيس الوزراء، عاوزين ناخد وزير او اثنين او ثلاثه ونروح لهم طابا ونويبع نروح لهم طابا ونويبع، لازم نعمل حاجه، صح يا محبي؟ اذا كان هنا اذا كنتوا عاوزين تعملوا حاجه في البلد،
إذا كنا عاوزين نطلع من الاجتماع ده بنتيجة، نعمل عملية متابعة يومية. المتابعة هي سر نجاح العالم كله. صح محمد بيه سعد؟ أنت جاي من دبي وشفت إيه أخبار المتابعة هناك؟ طيب شكرا. مش هطول على حضراتكم، أنا بشكركم على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون بداية سلسلة من اللقاءات يا سامي بيه، وهنتابع معاك أول بأول، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونعمل حاجة. هقول لكم حاجة غريبة جدا من الحاجات اللي محزناني على هذه المنطقة. بتيجي العربيات بتمر على حوالي 400-500 تريلا كل يوم من إيلات والعقبة على طابة ونويبع، يطلع على الطريق الدائري الطريق الدولي إلى ليبيا ومعرفش فين وفين وفين. الحاجة الغريبة إن كل تريلا من دول من التريلات العملاقة بتركب خزانات وقود إضافية. لتر البنزين عندهم في إسرائيل بدولار وعندنا بجنيه، وهو داخل يفض التنكات يخليها على زيرو ومركب تنكات احتياطي ويملى التنكات ويعدي الناحية التانية وهو راجع يعمل العملية ديت، وهو داخل إلى إسرائيل يكون كل التنكات فول تانك بجنيه. أفهم؟ آه يعني أنا بكان على الأردن يعني. فبجنيه شيء مذهل، شيء مذهل. إحنا مقصرين في حق نفسنا. شكرا، ربنا يوفقكم واحترامي لكم جميعا. شكرا جزيلا على هذا. نعم، من أعلى قمة جبل في سيناء، يعني برغم ظروفنا ما بننساش بلدنا، وكانوا بيقولوا على سيناء فيها منطقة إرهابية، فعملنا رحلة دي طلع معنا المحافظ على أعلى قمة جبل، جبل الحكمة، ورفعنا العلم من ارتفاع 1800 متر، وهشام نسيم معنا طبعا المغامر المصري، وهو مشرفنا معنا، وإن شاء الله هيعمل معنا حاجتين برضه من ضمن الاعضاء بتوع جمعيه المستثمرين نويبع طابا، منها اضخم رحله سفاري بتتعمل في نويبع طابا وداخل موسوعه جينيس. ده لقاء من ضمن لقاءات المحافظ معانا وفي احتفالات سينا، وبنهتم دايما في الحاجات الوطنيه، بس طبعا المشكله ان احنا بنهتم دايما في رفع العلم، لكن بعد كده كل الامور بترجع اللي احنا فيه. ده كانت واحنا بنرفع العلم على قمه جبل الحكمه، وده كان من المحافظ شوشه وشيوخ القبائل في الفتره اللي كانت الناس بتقول ان هم ارهابيين، بنوري الناس على اعلى قمه جبل وطلعوا معانا واحتفلنا، وجاب طياره من القوات المسلحه صورت العلم، كانت الطياره اوطى من العلم واحنا واقفين على قمه الجبل. هنشوفها دي احدى الفنادق اللي موجوده في المنطقه عندنا، والمستوى اللي احنا بنقول ان خساره دي السياحه المصريه ما تروحش هذه الاماكن وتشوف الفنادق. احدى الفنادق اللي هي 3 ستار موجوده وفي حدود الجبل وطبيعه خلابه، بنتمنى كل المصريين برضه في الفتره دي يحضروا من هنا. لقطات لسينا وعملها في قلب سينا وفي قلب الجبال، وإحدى الرحلات السياحية اللي بنقوم بيها. دي إحدى الفنادق الموجودة عندنا في قطاع نويبع الموجودين. ده برضه إحدى الفنادق، دي فنادق طابا هايت اللي موجودة في على حدود إسرائيل طبعاً، ومن الأماكن اللي معمولة على أعلى أعلى مستوى. ده فندق، ارجع كده ورا. ده الفندق اللي كان طبعا ايام اسرائيل كنا بنتكلم فيه، والحته اللي وراها دي ايلات اللي بعد السقاله دي على طول، وده الارض كده العقبه اللي هو ايلات، والناحيه الثانيه ايلات في الوش العقبه كده، والسعوديه من قدامنا، فاحنا في مربع يعني ما فيهوش 12 كيلو، في 4 دول بتطل على بعض. بتطل على الارض ليه؟ هدينا كلمه أنا عاوز بس سامي يرد على المتصل إيه، ثم هنسمع هشام نسيم بطل البطولة بتاعت رأفت الهجان الراجل العظيم رحمة الله عليه، بعد كده علاء الثقفي هيتكلم. حاج محمود شندوي، أستاذ محمود شندوي. الأخ سامي يرد على حضرتك ثم نعطي الكلمة لهشام.
مع مراعاة يا فندم ان احنا معانا مداخلات لصحفيين فبرضو عايزين يعني انا عندي على الاقل 4 مداخلات من رجال الاعلام فياريت نفسح الوقت ان شاء الله. متصل بيا اول كلمة قلت لحضرتك ان في 2 مليون متر لو ركزت معايا في اللي انا قلته عشان تعمل منطقة حرة ذات الطبيعة خاصة اللي انت قلت عليها من سنة 2004. لا يا فندم مش النهارده المهم في منطقه 2 مليون متر حضرتك اللي انت قلته وانا احترمته وخدت المحافظ واحنا عملنا معاينه وقلت لك في الاخر في الجواب ولم يستجب احد. ماشي احنا بنكتب كل حاجه دي اول نقطه. نمره 2 احنا بنقول الفكره ان احنا نفس الظروف الامنيه ونفس الجبل ونفس الطبيعه العقبه عاملاها وإيلات عاملاها وبناء عليه بنقول ان دي منطقه جيم اللي ياخد القرار فيها سيادة رئيس الجمهورية الشاب. نمرة 3 ان احنا بنعمل دراسات في مشاريعنا في منطقة قطاع الويب عطابة كل المشروعات والاستاذ مريم جنبك وعامل مشروع دراساته فيها ميجر سيول وفيها كل حاجة واحنا اللي عاملين محطات الكهرباء ومحطات المية والمعالجة والسنترال وطريق اسفلت وانارة على البرومنات وانارة على الطريق الخلفي وميجر سيول وللاسف ما تم هو ان هم عملوا سدود ليست مطابقه للمواصفات الهندسيه. اول ما البلد اتضربت ونزلت وغلقت طبقات، طبقات مش هتقدر تاثر في دراساتها ولا في النواحي الهندسيه. فاذا احنا النهارده لا نتهم ان المستثمرين جعله ولا الارض اننا نتهم ان احنا مش عاملين الشغل اللي علينا، احنا خدنا الارض بدولارات. لو حضرتك تحب تيجي مع المجموعه بكره بعد بكره طالعين زياره كل الكاميرات وكل الصحافه عشان اوريهم ان احنا عملنا الحاجات دي وخدت المحافظ ومريت ووريت ان كل البنيه الاساسيه لكل مشاريع قطاع الويب عطابه معموله على حسابهم وليس على حساب الدوله. لكن لما تم ردم الميجر اللي انا كتبته وقلته نتج عنه تغيير مجرى سير المياه واتجمعت ونزلت على بعض الفنادق اللي هي غيرت ومتصوره عند سيد. شكرا. طيب. هشام ياسين اتفضل. اهلا وسهلا خير. كده سامعين؟ هقول كلمه افتكرتها الواد الهادي. قال لي احسن حاجه الامن القومي هو الاقتصاد القومي. يعني الاقتصاد هو الاساس. يعني الشغل ليها اقتراح. تاني اقتراح هقول اقتراح وهم يجي بعدين كده. يا ريت سامي لو ننظم رحله سياحيه صغيره نحط لسته بناس من وزاره السياحه او من المسؤولين واهم حاجه الصحفيين رحله بالاوتوبيسات لمده يوم واحد نلف الفيلات نلف العقبه ونرجع ده يبقى احسن لي كلام هيشوفوا اللي بيحصل هناك ايه وهتصرف عليهم مصر. طبعا شرم الشيخ مصر كلها مدن مهمه جدا بس الحته بتاعت طابا هي الوجهه فاللي بيعدي بيشوف حاجات مش لطيفه. طابا والويبع ليه اهميه جامده لانها على الحدود الشرقيه بتاعتنا، يعني اول ما بتشرق شمس مصر. طبعا انا عملت طول عمري مغامرات والمغامره الثانيه، بس اصعب مغامره عملتها في حياتي ان انا استثمرت في طابا. انا بقالي 27 سنه. اللي فاكره كويس قوي ان كان ايام اللي استثمرت كنا 4 مستثمرين فقط. اول غلطه عملتها وزاره السياحه باعت الساحل كله بسرعه كبيره في نسبه الاسعار. تاني غلطه انه طبعا مش هنقول ان هذه حاجات الوزاره هي كفايه انها الارض بس انا بعتبر كل مستثمر في منطقه الربع بالذات ده بطل. قابلنا كل جميع انواع الاهوال. فبيتهيألي يا سامي لو عرفنا ننظم رحله سياحيه ويا ريت مره يبقى وزير السياحه موجود لان والدي طول عمره بيحب اسرائيل بس لما المصريين في الوقت وزير السياحه وقال دلوقتي في حرب ثانيه وعملوا زياره لاسرائيل واللي يا ريت تاني منظم رحله صحفيين ومسؤولين. انا بوعدك ان شاء الله ان احنا هنعمل الرحله دي قريب والاخ طارق حنفي مع الاخ سامي ان شاء الله ينظموها ونشوف وزير السياحه اكثر من وزير ومسؤول. قبل ما ادي الكلمه للرجال ورجالات الاعمال فاضل اثنين هيتكلموا علاء بن سقطي ثم شيخ المستثمرين في قطاع